أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى نذهب إلى الشام. الشام عروس القصائد وشعراؤها الذين يحملون همها أينما كانوا، فتجد ذكرياتهم حقيبة لا تفارق أرواحهم ولا خيالاتهم التي تفتح أبوابا شاسعة أمام قصيدة دامعة ولكنها لا تموت. نرحب بضيفي هنا مجددا معنا في الاستوديو الشاعر السوري يحيى ملازم. اهلا بك استاذ يحيى، حللت اهلا ونزلت سهلا. اهلا بكم استاذي، واشكركم مره اخرى على اتاحه الفرصه ان التقي بكم وبهذه القناه مره اخرى. جد انا سعيد جدا. ونحن اكثر سعاده، وارجو منك ان ترفع صوتك قليلا اثناء الحديث. دعنا نتحدث في البدايه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة العربية الإسلامية، ما هي جدول قصيدة والشعر؟ والله بالنسبة برأيي الشعر لن يقدم أي حل، ولكنه عبارة عن تنفيس عن الألم ووصف للحالة التي نعيش فيها لا أكثر ولا أقل، لأنه الذي سيأخذ المبادرة بالحل يجب أن يكون صاحب كلمة أو صاحب قوة أو صاحب كذا، والشاعر لا حول له ولا قوة. عن الحرية في حس فقط الشاعر فقط الكلام، والله فقط علينا أن نكتب، ولكن أنا أعلم كتابنا بالهواء. ألم يستوعب التاريخ تجارب لشعراء استطاعوا أن يكونوا مثالا للآخرين فكان حبرهم على ذات القدر معدمهم؟ أولا قديما كان الشعر شعرا، يعني كان الشاعر هو كوزير الخارجية للقبيلة أو وزير الإعلام نعم. كان هو يدل القبيلة على الطريق. والآن كثير من الأشخاص يسمعون الشعر فيدخل من الأذن اليمنى ويخرج من الأذن اليسرى ولا كأن شيء. قد يتهمك أحدهم بأنك متشائم كثيرا، والله هذا ليس تشاؤما، هذا الواقع يا أستاذ. هذا الواقع. أرني في الوقت الحالي قصيدة غيرت حال المجتمع. ألا يحتاج المقهور إلى من يهون عليه، إلى من يطبطب على جراحه ولو بالكلمة الطيبة؟ هذا الشعر وهذه الكلمة الطيبة التي تواسي المجروح وتواسي المقهور وتفتح باب الأمل لا أكثر ولا أقل. إذن لها فائدة ولها معنوية دور فقط، ولها منبر معنوية. نعم أنا قلت لك معنوية، ولكن لا تغير الواقع شيء. نعم، ما المطلوب حتى نغير هذا الواقع الذي نعيش فيه بصراحة وبدون مجاملة ولا مواربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، عندما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله نعم أصبحنا الأوائل وخير أمة أخرجت للناس. وطالما نحن بعيدون عن كتاب الله وسنة رسوله سنبقى بين نتأرجح. سنبقى نتأرجح. نعم، هذا أما لهذه الآلام من اندمال ونهاية؟ هذا الحل، والله الحل الوحيد هو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. كيف ينام الألم؟ الألم لا ينام إلا بالمخدر يعني. المخدر. أحياناً يجد الشاعر بالألم نوع من الانفصام الذاتي بسبب الظروف الصعبة التي يعيش فيها، فتختلط ابتسامته بدمعته. هل تعيش مثل هذه الحالة؟ والله عشناها بصراحة. أي والله نعيشها، والله لأن كنا نحلم بعيشة أفضل، كنا نحلم بواقع أفضل. الشاعر دائما رومانسية الشاعر تدفعه إلى الخيال بالجنان والفردوس. نعم، وكذا، وعندما يصطدم الواقع يفاجأ بصراحة. هل خذلت الإنسانية سوريا؟ طبعا أكيد. دليلك على ذلك؟ دليل أن كل العالم يرى ما يحدث وهم صامتون، لأن مصلحتهم أن يصمتوا ومصلحتهم أن يحدث ما يحدث في سوريا. نعم، هذا شغلة، يعني هذا أمر لا يحتاج نقاش. يعني أنا عزيت الشعب اللبناني بالانفجار اللي حدث، طبعا كلنا تألمنا لهذا الانفجار. نعم، ولكن مليون انفجار حصل في سوريا وقتل الأبرياء والناس تتفرج. ربما تكرر، هل السوريين شعب من تكرار الألم أو أولاد جارية مثلا السورية؟ ليس كذلك، ولكن ربما تكرار الألم
إعادة نفس المشهد الدموي؟ لماذا لم يتم إيقافه؟ لا أقصد ربما إعادة تكرار نفس المشهد الدموي يحدث حالة من التخدر في الذات الإنسانية، هل هذا يمكن؟ والله مو لهذه الدرجة، لأن أرواح تزهق. نعم، يعني ممكن ترى فيلم أوكي أول المنظر يرعبك أو كذا ومن ثم تعتاد المنظر، ولكن هذه حقيقة. نعم. هذه أرواح، هؤلاء أطفال، هؤلاء بشر، هؤلاء نساء، يعني يقتل الرجال يقتل، كيف يعتاد الإنسان على القتل؟ والقصائد أرواح أيضا. القصائد والله على ذكر القتل في سوريا عندي مقطوعة صغيرة. اقرأ ما تحب. اسمها صلاة الجنازة. تفضل. يعني أنا آسف أن أبدأ حديثي بقصة. لك أن تبدأ بما تحب. على روح من مات قمنا نصلي صلاة الجنازة. مجددا. صلاة على حاضر. من جديد. وصلاة على غائب. وتمر السنين ونحن وقوفا نصلي. سنين ونحن نجيد التكاثر. سنين ونحن نزور المقابر. وصرنا نعيش إذا أخطأتنا المجازر. وصرنا نعيش إذا أخطأتنا المجازر. هذه المجازر التي تحدثت عنها في نهاية هذه المقطوعة من شعر التفعيلة. نعم. كيف يمكن لهذه الأخطاء أن تصبح صواباً يأخذنا إلى بوابة السلام؟ لا صواب مجازر، وإنما صواب فجر يرتقى. أستاذي الكريم، أنا لست سياسياً وكلمتي غير مسموعة. نعم. ولكن أنا كمواطن عادي. حدثني عن شعورك الخاص. شعوري الخاص. تفضل. لا يحل السلم إلا بإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. فقط إذا تم الاتفاق على أن يأخذ كل ذو حق حقه يعم السلام. أحسنت. بس. أحسنت قولا. نعم. فيما يتعلق بفكرة البكاء على ما يحصل، على ما يحدث، هل ترى أن البكاء يكفي كصورة من صور التضامن، أم أنه بحاجة إلى ما يتجاوز فكرة الحزن فقط على المكلومين والضحايا؟ هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أضعف الإيمان، يعني أن تحزن بقلبك وتبكي على ما يحدث، هذا هو أضعف الإيمان. وإذا تحب سأشرح لك أحوالنا. اشرح لي أحوالكم بالطريقة التي تحب. تفضل. تبعثرنا بتلك النائبات. تبعثرنا بتلك النائبات ومتنا من أغاني القاتلات. وزف الموت أرواحا بحزن كأن الموت يهوى النازحات. فمن واد إلى جبل وسهل نسير الليل خوف القاذفات. يا الله. فموت من علٍ يهوي علينا. فموت من علٍ يهوي علينا. كأعصار يسوق الصاعقات. فويل من رحيل أو بقاء. وويل من جحيم النازلات. يا الله. وويل من عديم الحس فينا. وويل من ظهور الموبقات. كأن الدهر يهوى أن نموت. كأن الدهر يهوى أن نموت خلاصا من مذلات الحياة. خلاصا من مذلات الحياة. وهل بالموت نجاة باعتقادك؟ هل أغلق باب الأمل إلى أن بت تلوذ بالموت كسبيل للنجاة؟ حسب أعمالك، قد أعمالك صالحة في الموت. أنا أتحدث عن فكرة الواقع الجريح في الأمة ككل. نعم. هل أنت مع الفكرة القائلة بأن يستسلم العوام من الناس، العوام من الجرحى، من المكلومين لفكرة الموت مثلا؟ والله أنا ما لست مع هذه الفكرة. أريد شعورك كشخص مر بهذه التجربة الدموية. لست مع هذه الفكرة، بالعكس، يجب أن يقاوم الإنسان إلى آخر رمق في حياته، ويكون الموت يتركه لله عز وجل بما كتب له من حياته. يجب أن يقاوم الإنسان. نعم. وكشكل من أشكال المقاومة. نعم. الكلمة مقاومة. نعم. والإيمان بالقصيدة نوع من أنواع الإصرار على فتح باب حياة يستحقه هذا الإنسان، أليس كذلك؟ صح تماما.
سأذهب أنا وأنت الآن حتى نتابع قصيدة لشاعر سوري ربما تعرفه، الدكتور أنس الدغيم. ما أعرف. ابن معرة النعمان. نعم. سنتابع جزء أو مقطع قصير من إحدى قصائده. ومن ثم نواصل، ما رأيك؟ إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذن نتابع الآن قصيدة معراج للشاعر السوري أنس الدغيم، ومن ثم نتابع، ابقوا معنا. أرسلت في الآفاق نور بصيرتي ينساب من فلك ليجري في فلك ويمر بالآلاء مأخوذا بما خطت يداك على الصحائف يا ملك. ما حط فكري رحله في منزل إلا وفيه إلى لقائك منسلك. أيقنت أنك واحد في ملكه يا رب، ما في القلب في ذا الأمر شك. ما عدت من معراج قربك مرة إلا وقال القلب إن الحمد لك. للحصى أدمع وللخطوات، فافقه السر باقتناص الحياة. الحصات التي أسالت صداها أدمعا هدأت أنين الحفاة. رب دفء يريقه ليل برد، نبعه جفن طفلة في الشتات. رب حلم مقيد شف عن شمس تعيد السلام للقبلات. أيها الساطعون ضاقت بنا الحرب، هرمنا من شر ماض وآتي. كل شبر حملته فوق ظهري من جراح طغت بكل الجهات. يشتهي أن نحرر الصوت حتى نسعف الأبرياء قبل الفوات. نكبة الأرض أن يموت بنوها دون حب يعيش في الجبهات. شهوة الموت أن يزيد الضحايا لحساب المقامرين اللهات. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الأستاذ يحيى ملازم. أستاذ يحيى، أحيانا آلام المهجرين تفتح أمام الآخرين الأبواب أمام الإنسانية المفقودة، تعيد إحياء فكرة العدالة في أنفسهم، وفعلا ربما تكون دمعة لطفلة في الشتات هي سبب بإحياء النخوة داخل أمها. هل هذا ممكن أن يحدث؟ والله هذا ممكن، وممكن حدث. يعني سمعت قصص كثيرة حدثت، أنه كان لاجئين بألمانيا كانوا يتلقوا مساعدات كثيرة يعني. نعم. وخوفا عليهم وكذا، ولكن تصرفات من أشخاص معينين. نعم. وأشخاص يعني مثلنا مثلهم ليس بيدهم حيلة. نعم. لا يغيروا الواقع. نحن نحتاج إلى من يغير الواقع فقط. نسأل الله عز وجل أن يغير الواقع. نريد منك أن تساهم بتغيير هذا الواقع بقصيدة جديدة، ماذا ستقرأ الآن؟ اقرأ ما تحب، التي بين يديك لا مشكلة. دياري، خذنا إلى ديارك إذا. ما فكرة بعد قصيدتك أنا بصراحة يعني. يا رجل أنت ضيف هذه الحلقة وصاحب المقام والمكان ولك المنبر. الله يخليك. تفضل. لوح لها
لوح لها تلك الديار وديارنا، لاحت شهابا في السماء الصافية. لوح لها تلك الديار وديارنا، لاحت شهابا في السماء الصافية. أرسل دموعك زاجلا فلعلها تروى بدمع من عيون خاوية. يا الله. والق السلام على بقايا بيتنا، نام الجدار على غصون الدالية. والباب مستلق وقد حلت به قدم حرام بنت أم زانية. يا الله ناقصه. وزع تحايا على الهواء لأنه، وزع تحايا على الهواء لأنه دفنت بلادي في سواد الهاوية. وازرع فؤادي وسط تربة حينا، كم أشتهي دفني بقرب الرابية. كم أشتهي دفني بقرب الرابية. وارجع سليما يا رسولي، إننا نخشى عليك رياح شر عاتية. ما فرقت بين الحمام وطفلة، قد أحرقت حتى الزهور الزاهية. يا ليتنا نعلي سماء فوقها، نبني عليها دار عز ثانية. يا ليتنا نحيي، يا ليتنا نعلي سماء فوقها، نبني عليها دار عز ثانية. هذه الأمنية التي تبحث عنها لفظ فوق طبعا، هذه الأمنية التي تبحث عنها أستاذ يحيى، ما الذي ينقصها حتى تتحقق فعليا على الأرض؟ قلت لك قبل قليل، أعطى كل ذي حق الحق. وما هو دوركم كأدباء مثقفين؟ فقط الأديب مثل المصور. نعم. وأنا أحب جدا أدب الواقعي، الأدب الكلاسيكي ينتصر الخير على الشر بالنهاية. إلى أي مدى ترى أن الجمهور من الجرحى، من المكلومين، من النازفين، لا يزالون يؤمنون بأثر الكلمة، ببث روح التفاؤل داخلهم؟ الشاعر قال ما أصعب العيش إلا فسحة الأمل. يعني إذا ما ضل كلمة وما ضل شيء، ما خلص الموت حق. حدثني عن المعاناة الذاتية فيما يتعلق بالحالة السورية، وإحدى القصص بعيدا عن ذكر أسماء أبطالها أو المكلومين الذين يعني يكونون تفاصيلها، حدثني عن مشهد معين لا يمكن لك أن تنساه من سوريا، حصل لك أو لبعض من أقربائك وأحبائك، دون ذكر أسماء، وإنما اذكر لنا تفاصيل ما وقع. مشهد لا يمكن لك أن تنساه. والله المشهد اللي مؤثر فيني هو مو غريب عني، ابن أختي. تفضل. شاب رحمه الله عمره 22 عاما، يمشي في الشارع لا ناقة له ولا جمل، يسقط برميل بعيد عنه ممكن 200 متر أو 300 متر من البراميل المتفجرة. نعم. تطير شظية تقطع له عنق. يا الله. فيموت. وكان يتكلم مع ابني على الهاتف الموبايل، تخيل الله. يا الله. يعني كنتم تكلمونه قبل؟ كان يكلم، كان يتكلم مع ابنه، مع ابني على التليفون بنفس اللحظة اللي استشهد فيها. ولا ناقة له ولا جمل، ولا هو من الثوار، ولا هو من العصابات، ولا هو شلون ما سميهم سميهم. لكن القاتل الظالم لا يفرق. لا يفرق. وأنا أعرف رجل بمهارة النعمان، ثلاثة أولاده ماتوا تحت بيته. يا الله. يعني نزل البيت عليهم وماتوا، ثلاث أطفال. يعني قصص يا أخي كثيرة جدا والله، من كثر ما سمعنا كثيرة. وكلها تبكي القلب وتدمي الفؤاد. وأعرف سيدة ثلاثة من أولادها كمان قتلوا بنفس اللحظة. تشعرك بالعجز مثل هذه القصص؟ طبعا طبعا طبعا. ما الذي ينتابك حينما تسيطر على مشاعرك فكرة العجز؟ ما الذي تفكر فيه؟ والله ما ليس لنا حيلة، تشبع قهر بس فقط. أولاد العراقيين تشبع قهر. يعني ماذا سنفعل؟ فكرة الأم تؤثر فيك كثيرا. عليها رحمة الله. لماذا؟
عندما بكيت على سفري شعرت أن الله يريد ما لا نريد. عيناك سيل وعيناي حجر، وكثير الماء ينبع من حجر. يا الله. غسلت وجهي 10 مرات ولما نظرت إلي بكيت، فقد عرفت بماذا غسلت وجهي. 1000 مرة قلتيها لا ترحل فرحلت. أي عاقل أنا، أي زمان، إذ كلما علت بنا أحسست الأمان. ما عدت أهتم لإسم المكان ولا يعنيني ظرف الزمان. ما أرضاني في غربتي أني رجعت إنسان. وهل رجعت إنسانا فعلا؟ أسأل الله أم أنك لا تزال تحاول؟ أسأل الله ذلك. تحن إلى ذكرياتك القديمة؟ نعم. أكثر ما تحن إليه ما هو؟ والله أحن للمرحومة والدتي أكثر شيء والله. إلى تلك الدار التي نشأت فيها؟ نعم. يعني إلى ذلك أسميتها الحي؟ أسميتها قلب الآخر. قلت لها كلمات تختنق، فالقلب بعيد والدمع قدر. وعلى باب البيت جلست تنظر، وجلست هنا أنظر. آه من بعد القلب، آه من أنفاس تصعد، آه من أنفاس تهبط والقلب بعيد. آه بالرغم من البعد صلي، صلي من أجلي، من أجل شبابي، من أجل طريق صوابي، من أجل حريق أشعله، من أجل رماد أذريه، من أجل ربيع يأتي من بعد النيران. صلي من أجل حياة نرضاها، فدعاؤك يفتح كل الأبواب العليا، والله قريب، والله قريب. ألا ترى أن الأمل يظل حاضرا في الحياة، في الإنسان، في القادم، وأنه سيكون أجمل ما دامت الأمهات؟ في معركة، أي معركة؟ معركة اليرموك على ما أظن. نعم. بداية المعركة بدأ المسلمين بالهرب. نعم. أمام قوة الرومان. من الذي أعادهم للحرب؟ تفضل. النساء. نعم. النساء وقفوا بوجههم وبدأوا يضربوهم وعودوا ارجعوا فرجعوا وانتصر. لذلك المرأة بالنسبة للعربي هي كل شيء. يعني العربي ممكن تمشي بقربه امرأة لو تعرف عليها قبل 5 دقائق طلبت منه ان يدلها على بيت فلان مثلا، يشعر عليها بالغيرة بهال5 دقائق على من لا يعرفها ولا يعرف اباها ولا يعرف اي شيء. هذا شعور النخوة. نعم، النخوة العربية والاحترام والتقدير. نعم، والتقدير. جد يغار عليها، يغار عليها كأنها من حريمه، كأنها أخته، كأنها. ومجرد أنه فقط طلبت منه أن يدلها على بيت ومشى قبلها، طبعا يمشي جنبها. مثل هذه العادات والقيم الموروثة من المجتمعات العربية والتي نتشابه كلنا كعرب فيها، هل لا تزال حاضرة أم أنك ترى أنها بدأت تنكمش شيئا فشيئا؟ والله بدأت تغيب، موجودة هي في داخلنا موجودة، ولكن يعني على انفتاح اللي صار وتغرب الناس وبلشت شوي. يعني أنت ترى أنها نبتة أصيلة لا تزال في دواخلنا ولم تجتث من جذورها، وإنما هي بحاجة إلى سقاية. نعم، بحاجة إلى سقاية. بحاجة إلى سقاية، ونحن بحاجة إلى ما تسقينا به من عذب الكلام. تفضل إلى قصيدة عن نفسي، هي اسمح لي. وليكن لنرى خبايا نفسك. أسميتها ناكس العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء من التفاؤل يا رجل. تفضل. لا ترجع الأحباب دمعتنا، لا ترجع الأحباب، أو تنسنا ما حل من ألم. غصات قلب تأتنا مطر، والملح يكوي وجنة الندم. ما لي أرى قلبي يمزقه، وجد أصاب العمر بالسقم. فالعيش دونكم أكابده، موتا يشق الروح بالعدم. فإلى متى يبقى يطاردني حظ كما الكابوس في الحلم. غادرت أرض الرمل منتهيا،
لم يبقى من جسدي سوى الرمم. غادرت أرض الكرم، غادرت أرض الرمل منتهيا، غادرت أرض الرمل منتهيا، لم يبقى من جسدي سوى الرمم. جفت دمائي قبل ألفظها، فهربت من ظلم إلى ظلمي، أمضي وأكبادي بها علق، فلما أعيش وقد أضعت دمي؟ هل من جحيم، هل من جحيم سوف يقبلني؟ والأرض قد ضاقت من الورم، وأنا على بطني وقد بدأت روحي تفيض بأسفل القدم. يا ليت موتي كان أقرب لي من أن يروني ناكس العالمين. يا ليت موتي كان أقرب لي من أن يروني ناكس العالمين. سيظل هذا العلم، علم الحرية، شاهقاً مرفرفاً في سماء كل الأحرار، ولا شك في ذلك بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الحزين قليلا الأستاذ يحيى ملازم. ابتسم وإن كنت تبتسم، إلا أن الحزن يعني يعمر قصرا داخل قلبك. هل الحزن في الداخل والابتسامة مرسومة على المحية؟ لماذا؟ ما السر وراء ذلك؟ أرى أنك تهرب خلف الابتسامة، أنت تخفي الكثير. والله يا سيدي الكريم، كل واحد منا لديه قصص بحياته، سواء خاصة سواء عامة. نعم، يعني لا تستطيع أن تحمل بوقا وتخبر سبب حزنك لكل الناس يعني. نعم، لكن نحمد الله على كل حال يعني. حينما تتقطع الأسرة في مشارق الأرض ومغاربها، تترك في الأب شيئاً من الحزن؟ أكيد. مثل ماذا؟ هل لك تجربة شخصية مع مثل هذا النوع من الحزن؟ والله يا سيدي الكريم، أتمنى ألا أكون قد طرقت على وتر الجرح. عدا الغربة والبعد، ولكن عندما يشعر الإنسان بالعجز وهو بكامل قواه العقلية والجسدية، هذا موت من نوع فظيع. يا الله، والله العظيم. دعنا نهرب من هذا. عندما تشعر نفسك خلاص عجزت عن تعمل أي شيء أو أن تقدم أي شيء، هذا موت فظيع، أصعب من الموت نفسه. والله يا الله يا الله، وأنا للأسف مريت في المرحلة يعني. دعنا نهرب عن هذا الموت إلى قصيدة جديدة مع عنوانها، قبل أن تقرأها علينا، عنوان القصيدة وسر تسميتها بهذا العنوان. والله كما رأي عن نفسي يعني. نعم، ما عنوان النص؟ وحدة شاعر. وحدة شاعر، وشاعر الوحدة. وحدة شاعر، خذنا إلى وحدتك أيها الشاعر. في وجهي بيداء تضيع حدودها، في وجهي بيداء تضيع حدودها، نصبت مضارب شاعر كالشامة، وحدي بها والصوت مني خافت، أخشى العواء، وحدي بها والصوت مني خافت، أخشى العواء كخشيتي من آمتي، وأرى بنومي ما يزيد مرارتي، كل العيون
ترى بعين لامة، وأرى بنومي ما يزيد مرارتي كل العيون، ترى بعين لامة فبمن ألوذ وذاك دربي تائه، فبمن ألوذ وذاك دربي تائه فوق الرمال وتحت نار سامة، الماء والأرزاق نامت بالنوى، الماء والأرزاق نامت بالنوى، وجلست منتظرا بقرب الرامة كيف النجاة وقد تمدد حولنا، كيف النجاة وقد تمدد حولنا عطش وباتت أرضنا كالخامة، لطفا إلهي لطفا إلهي إنني في حسرة، هلا رحمت دموع قلبي الصامت، هلا رحمت، هلا رحمت دموع قلبي الصامت، هلا فتحت وأنت ربي قادر أبواب رزق هلا تعالوا قامت، هلا تعالوا وقامتك دائما عالية. أعطنيها سلم أستاذ يحيى. دعنا نطوف قليلا على النص، ما رأيك؟ الآن لن نتحدث بعين النقاد وإنما بإحساس المتذوقين للكلمة، اتفقنا؟ ربما يقول لك قائل: الماء والأرزاق نامت بالنوى وجلست منتظرا بقرب الرامة، ما الرامة التي قصدتها هنا؟ الرامة هي بشكل عام الأرض العفنة، يعني غير صالحة لأي شيء، يعني يعني كناية عن تدهور حال المتحدث عنه في هذا النص. طيب حينما تتحدث عن فكرة لطفا، عن فكرة لطفا إلهي إنني في حسرة هلا رحمت دموع قلبي الصامت، كيف تتحدث وأنت صامت؟ هذا سر. أنا أتحدث لكن قلبي صامت فعلا، القلب لا يتحدث. ألا يمكن أن تكون هذه الكلمات التي تجري على اللسان مصدرها الأول ومنبعها القلب؟ طعم هي من القلب لكن القلب يتكلم، قلبي صابت. نعم. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الأرض الخامة، ما الذي قصدته بهذا المعنى أو هذا التركيب؟ قلت لك أن الأرض هي البور، وأساسا حتى يعني يعني المعنى يتشاكل مع فكرة الأرض الرامة والأرض الخامة يعني. نعم. تمام. طيب إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة الألم والأمل في القصيدة، أيهما أقرب إليك فتنساق وراءه، وراء الألم أم الأمل؟ والله يا سيدي الكريم، عندما تكتب قصيدة، القصيدة تعبر عن الحالة اللي أنت فيها، فإن كان بينك وبين نفسك عندك بارقة أمل، نعم، تجد سبحان الله يأتي بيتين ثلاثة فيهم أمل. نعم. وإن كنت تعتقد بأن الأبواب قد شدت في وجهك، ترى القصيدة كلها مطبقة، أحزان ويأس وبؤس وحرمان ووجع. نعم. ألا تخشى من أن يلومك أحدهم يوما فيقول إن يحيى ملازم يتعمد أن يجعلنا أسرى للألم لا منفتحين على الأمل؟ ألا تخشى من مثل هذا الاتهام يوما؟ والله هو اتهام لن يقدم ولن يؤخر، واتهموا نزار قباني. هل أفهم أن الجمهور لا يعنيك بشيء؟ لا 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 أفهم، اتهموا نزار قباني بأفضع من ذلك وما همه. أنا أتحدث عن جزئية عن معينة. أنا بالنسبة لي أنا أكتب، نعم، أكتب الشعر. تكتبه لمن؟ أكتبه للناس، أول شيء أكتبه لنفسي وكذلك للناس، وكذلك للناس. إذن نحن متفقين، متفقين، هم متفقون. الناقد هو ورأيه. أنا أحس، أنا لا أتكلم عن النقاد هنا بالمناسبة، لا. أنا أتكلم عن فكرة المتلقين، وأحد المتلقين إذا قال يوما: ما لهذا الرجل دائما يستعبدنا بمفردات الحزن واليأس والإحباط والبؤس، لماذا لا يخرج من هذه الدائرة؟ والله هذا الكلام أنا من سنتين وأنا عم بجولي على الفيسبوك نفس الحكي. نعم. ليش دائما حزين، دائما حزين؟ سبحان الله، أيام حزن عندي فيها أنا، بس هل هو اندماج مع الواقع؟ مع الواقع طبعا. ألا تحاول أن تهرب من الواقع؟ إلى هربت بقصائد الغزل. طب خذنا إلى شيء مما تحب يا رجل، خذنا إلى نص. حتى هاي الغزل اللي جايبها هي حزينة شوي، بس كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ ما تحب.
هاي القصيدة اسمها أشواق. نعم. لن أكتب الأشواق في الأوراق، لن أكتب الأشواق في الأوراق، أو أرسل الأخبار للمشتاق. ما عشت يوما في البعاد كعادتي، في كل ليل للمنية ساقي. الله. في كل صبح هائج متعطش للسم أشربه وللترياق. يا الله. كم كنت أخشى من جنوني عندما سكب الهوى عطرا على العشاق. جميل. كم كنت أخشى من جنوني عندما سكب الهوى عطرا على العشاق. ورأيتهم نفس المكان يضمهم وقلوبهم وصلت إلى الأحداق، وأنا على ناري تراني جالسا وحدي أنوح مرارة الإخفاق. نعم. مر الزمان، مر الزمان وما درينا أننا طفل يضيع بزحمة الأسواق. مر الزمان وما درينا أننا طفل يضيع بزحمة الأسواق. ضعنا وشبنا والهوى ما بيننا. يا روح تعيش حلاوة الأشواق. روح تعيش حلاوة الأشواق. أفض فوق وفيها من الأمل ما فيها في النهاية. طبعا. يعني خالفت نفسك وذاتك وما تحب وتشتري. خالف. أعطني القصيدة التي بين يديك الآن. هناك هاي فيها سر يعني مفاجأة. أعطني إياها أنا. أعطيك إياها. نعم. متى كتبت هذه القصيدة التي مطلعها قطع الجميل حديثه وأسرني؟ ممكن من 6 أشهر. من 6 أشهر. على فكرة أنا من 3 في ظل الظروف الصعبة من 3 أشهر. نعم. لم أكتب قصيدة. هذا يحدث في عرف الشعر والشعراء وما يمرون به. حتى أسأل عن الشيطان أين هو، أبحث عنه في الليل. في ربما تمر شهور على الشاعر لا يكتب شيئا والله. وبأسبوع واحد. نعم. يصدر عنه نتاج سنة بأكملها. كل هذا وارد. والله أبحث عنه كل يوم. نعم. أنا سأقرأ هذه القصيدة، ما رأيك؟ يسرني ذلك بالعكس. أنا أكثر سعادة. ما شاء الله أنت. قطع الجميل حديثه وأسر لي. احذر حبيبي من صعود جبالي، صخر وشوك في الدروب معسكر، وأراك يا مسكين دون حبالي قرب السماء وعند غيم سابح، أهوى الجلوس كنجمة بجمالي. وإذا مررت بأرض روض مرة سكر النخيل بمشيتي ودلالي، والورد ينسج من صحائف قلبه شالا ويعصر عطره لجلالي. فإذا بدوت فتلك شمس أشرقت، وإذا غربت أتى السواد ليالي. أنا شهوة الصوفي للعشق الذي حمل الجمال بقلبه كخيالي. أنا دمعة الصوفي للعشق الذي حمل الجمال بقلبه كخيالي. أنا رعشة يسعى ورائي قيصر ويموت مشتاق لأجل وصالي. فارحل، أراك كحظ عمري عاثرا وأنا هنا مدفونة برمالي. هذه القصيدة على لسان أنثى، لكن البيت الأخير الذي كشف هذا اللغز. هل أنت تميل هذا الميل كمن يخجلون قليلا أو يشعرون بشيء من الحياء فلا يصرحون في بداية نصوصهم ويتركون التصريح إلى النهاية؟ هذه القصيدة فيها من الفلسفة ما فيها، أنا برأيي. نعم. وأنت رأيك وبعد. ما الذي أردت أن تصل بنا إليه من خلال هذه القصيدة؟ أسمع، ما بحسن أقول رأيي. أنا سأقول لك شيئا. تفضل. رأيت هنا تقعيد لفكرة الحب الإنساني، وأن كل فكر، كل دعوة، كل إنسان، كل مجموعة من الناس يجب أن تنطلق من فكرة الحب النقي الذي يتنزل من السماء ومصدره الله، قبل أي خلاف أرضي يكون مصدره الجانب الشيطاني من الإنسان الذي ربما تجذبه شيطانيته ولا يرتقي بملائكيته أو يرتقي إلى ملائكيته. هذا ما وجدته بهذا النص، ربما كان هذا عتاب المرأة التي تمثل النقاء في الفطرة الإنسانية للرجل أو المرأة على حد سواء.
ما شاء الله عليك. هل ما شاء هذا جانب ما شاء الله عليك ذهبت إليه في القصيدة؟ نعم هذا جانب وهذا جانب رئيسي. نعم ولكن نعم تفضل. أشرت أنا إلى كثير من الناس الذين يكونون على مستوى معين من الجمال. نعم والأناقة ولكن عندما تقتحم داخلهم تراهم يعيشون حياة صعبة تستحق البكاء جدا. مزينون من الخارج مدمرون من الداخل. يعني مدفونة كثير موجود مثل هذا النوع من هذه الفئات من الناس. أنت كحظي مدفونة برمالي. إلى لقاء جميل خذنا إلى هذا اللقاء وهذا النص. اقرأ علينا هذه القصيدة أنت تفضل. اسمها لقاء. لقاء لكن ارفع صوتك قليلا. نعم تفضل. كم كان يؤسفني أن نلتقي غربة. كم كان يؤسفني أن نلتقي غربة في جنة جمعت الروم والعرب والبحر مؤتلق كالقرن من ذهب من حسن منظره العقل قد ذهب والناس كالموج والشطآن هادئة والعمر طل على الجدران قد كتب ونحن في دهشة نلقي بأنفسنا في ذلك القرن كي لا نفتح العتبة. مرت سنون وذاك الحب يجلدني مرت سنون وذاك الحب يجلدني يدمي عيوني ومنها يقلع الهدبة والصبر في كبدي ما عاد يصبرني فاض المرار فصرت الأمس منقلبا على فؤاد قضى في الحب مبتهجا ومت في حسرتي في العتم محتجبا. يا الله من أجل ماذا من أجل ماذا نموت اليوم سيدتي وكان حبك لي في أصله كذبا فلا تشوح بوجه لا يرى بدلا عنا وكنت أحس القلب قد كسبا قد كنت أرضا وحر الشوق يلهبها وكان مائي زلالا يطفئ اللهب. وكان مائي زلالا يطفئ اللهب. لماذا قلت فلا تشوحي؟ أظن الأصوب فلا تشيحي، أليس كذلك؟ فلا تشيحي. ممكن والله. تمام. طيب. الآن دعنا نتحدث بطريقة مختلفة. نعم سلام. عن ما يشغلك من أمل جمعي. ما الذي تفكر فيه؟ والله عاما ولا خاصة؟ بشكل عام. قبل الخاص بشكل عام أتمنى جد من الله عز وجل أن تستقر البلدان العربية ويعم السلام فيها ويعم الازدهار. اللهم آمين. والله هذه أمنيتي الوحيدة. يعني لا يسعدني أن أرى مشاكل في العراق ولا يسعدني أن أرى مشاكل في سوريا ولا يسعدني أن أرى مشاكل في لبنان أو اليمن أو ليبيا. يعني لماذا يعني كلنا مسلمون وكلنا عرب، لماذا هذا التخاصم وهذا؟ أحسنت. يعني أنا أنظر إلى أوروبا، اتحاد أوروبي رجل 1000 لغة و200 لغة ولهجة وكلهم دول عايشين بسلام، لا دين دين واحد ولا لغة لغة واحدة ولا كذا. نحن ماذا ينقصنا؟ أقصد أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا طبعاً ولدينا طبعاً. من الجذور الحضارية التي من الأصل أن تقرب بيننا. نعم حتى كنا مختلفين في وجهات. يعني ماذا هذا التشتت وهذا الحرب وهذا الدمار وهذا فلان وهذا فلان؟ أحسنت. إلى القصيدة الختامية مسكا للختام، واختر نصا قصيرا تفضل. اقرأ ما تحب يا رجل، خلاص الذي بين يديك هو ذات النص تفضل. رجعنا الحزن هذا السماع منظور إلى رجعنا، لكن أنا سنختم بسعادة تفضل. قلق أنا
منطلق أنا والعمر يعرج مائلا فوق الزمان يكاد أن يتعثر قلق أنا والعمر يعرج مائلا فوق الزمان يكاد أن يتعثر خوف بخوف من سقوط قد دنا وسط الحياة كأنه قد دبر ويح السقوط إذا أتانا فجأة غبنا بطرف مثل ماء بخرا نغلى على نار طوال حياتنا ونزاد بعض السعد كي نتصبر أين السعادة من تعاسة روحنا فرت بعيدا من جحيم سعرا هذا الجحيم نعيش فيه في الدنا وجحيم موت ليس فيه عنترا يوم يجيء فنشتهي في غصة موتا رحيما رحمة مما جرى رحمة مما جرى لعل القادم يحمل الرحمة للأمة جمعاء ويبشر بمواسم من الوفرة في الفرح والسلام والأمان والطمأنينة الذي يتمناه كل إنسان حقيقة في الختام ماذا تحب أن تقول رسالة كلمة أي ما تحب أن تختم به تفضل أولا أتوجه لحضرتك بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة المرة الثانية هذا واجبنا أشكر وإلى طاقم الإنتاج والإخراج وإلى القناة الجميلة بورك بك يا أستاذ يحيى وأرجو من الله عز وجل أن يعرف كل إنسان قدره ويعرف كل إنسان حقه ويرضى بما قسمه الله له فقط شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى ملازم نورتنا في هذه الحلقة من بيت القصيد على خفة القصائد وبساطتها وما فيها من محتوى إنساني وتجربة ذاتية إلا أنها والكثير مما فيها لامس من المؤكد مشاعر الناس نشكرك على تشريفك لنا ونتمنى أن نجتمع دائما على موائد الشعر والكلمة الإنسانية التي تحفز الآخر على الحرية ورفض الانقياد إلى الاستبداد والاستعباد مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد فالأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء شكرا